ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير، واهلا بكل اللي بيتابعوني لاول مره. لاول مره بيتابعني على القناه معاكم غاده. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم برواز على شكل قلب، ممكن تحطوا فيه صوركم او ممكن تهدوه لاي حد لو انتوا حابين. كل اللي هنحتاجه هنحتاج كرتونه، اي كرتونه موجوده عندكم، وهنحتاج كور فلين هتلاقوها بتتباع في المكتبات او في محلات الهدايا، بتتباع منها كيس صغير او في منها كيس كبير، اختاروا اللي هو كيس صغير هيكفي معاكم البرواز. وهنحتاج مسدس شمع وهنحتاج مقص. اول حاجه هنعملها هنبدا نرسم رسمه القلب اللي هننفذ عليه البرواز. هنجيب ورقه مقاس 15×20، طبعا حجم البرواز على حسب الصوره اللي انتوا حابين تحطوها، لو حابين تحطوا صوره كبيره او صوره صغيره، يعني لو صوره كبيره شويه هتكبروا في حجم البرواز، لو حابين تعملوها بصوره صغيره هتصغروا في حجم البرواز. هنرسم قلب بالشكل ده، بعد كده هنبدا نقصه بالمقص. هيطلع معايا القلب بالشكل ده. بعد كده على الكرتونه هنبدا نحدد منه 2، وهنبدا نقصهم بالمقص. واحد هنفرغه من جوه وواحد هنسيبه مقفول زي ما هو. قصيت القلبين طلعوا معايا بالشكل ده. بعد كده هنبدا نحط لزق شمع على الاطراف دي. وهنبدا نثبت القلب على القلب الثاني، وهنسيب الجزء اللي من فوق ده مفتوح علشان خاطر ده اللي هندخل منه الصوره. نجيب مسدس الشمع وكور الفلين وهنبدا نثبتها على القلب. هتحطوا لزق شمع كده خفيف وهتبداوا تثبتوا الكور. لو عندكم صمغ قوي ممكن تحطوه تستخدموه بدل لزق الشمع. حاجة انتوا بتلزقوا بلزق الشمع ما يكونش لزق الشمع سخن قوي، يعني تسخنوا المسدس بعد كده تفصلوه علشان خاطر كور الفلين ما تسحش معاكم. وانتوا كمان بتلزقوا بيه حاولوا تبعدوا السن بتاع مسدس الشمع عن كور الفلين علشان خاطر برضو ما تسحش. وزي ما قلت لكم لو عندكم لزق قوي زي الصمغ ممكن تستخدموه، لو مش تقدروا تعرفوا تستخدموا لزق الشمع مع كور الفلين. لما طلع معانا القلب بالشكل ده ولزقنا عليه كور الفلين، بعد كده هنجيب كرتونه مربعه هنتنيها نصين وهنلزقها بالشمع بالشكل ده. بعد كده هنتني الجزء اللي فوق من الكرتونه، هنتني منه حوالي 1 سنتي. بعد كده هنحط هنا لزق شمع وعلى القلب من ورا هنبدأ نثبته كده، وفي الجزء ده هنحط برضو لزق شمع اللي هو التانية اللي احنا تنيناها، وهنبدأ نثبت عليها برضو الكرتونة. بعد كده في الجزء ده هتبدأوا تحطوا الصورة اللي هي على قد حجم البرواز، وهتبدأوا تدخلوها من فوق كده. كور برواز هيطلع معاكم البرواز بالشكل ده. يا رب تكون فكرتي عجبتكم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تتابعوني، واستنوا الفيديو الجاي فكره جديده ان شاء الله.